السلام عليكم خوت، واش عرفتوا هاد البلاصه فين كاينه؟ واش عرفتوا هاد المكان اللي غادي نمشيو ليه اليوم اللي غنوريكم فين كاين؟ واش عرفتوا انشيم فين كاينه؟ واش عرفتوا هاد الجمال وهاد الشيء فين كاين؟ اليوم غتكتشفوا معنا فين كاينه هاد البلاصه. ما تنساوش انكم دغيا دغيا تكملوا معنا الفيديو وتشوفوا معنا داكشي اللي غنوريكم، ما غاديش يجي على بالكم غير حداكم. غربه الناس اللي كيبحثوا على الاستجمام، اليوم غنديكم واحد البلاصه زوينه غتكتشفوها معنا. كتواجد في تونفيت، كتواجد في النهر ديال انسكمير، كتواجد تحت من البراج ديال امتيمن، كتواجد في المنطقه ديال امتيمن، وكل شيء هذا الشيء داخل المملكه المغربيه. هذه المنطقه هذه زوينه، فيها الماء والخضره وكما كنقولوا والوجه الحسن. اذا الاخوان ما تنساوش، انا كنصحكم بزياره هذا المكان، كثير ما يتشاف فيه. يلا نكملوا الفيديو. صراحه شوف راه ماشي بالذكاء الاصطناعي، هذا الشيء اللي غنوري لكم راه حقيقه، وغتلمسوها وغادي تشاهدوها كما شاهدناها احنا. اذا هذه هي البلاصه، وهذا هو المنظر، وهذا هي العيون، وهذا الشيء هانتوما شوفوا. وغادي نديوكم نهبطوا معكم للواد باش تشوفوا معنا. هانتوما كتشوفوا هاد البليصه هذه، هنا الناس يعوموا، هنا الماء سخون وهنا الماء دافي. يلا بقاو معنا تكملوا. هذا هو المنظر العام للبلاصه، وهكذا كي كتبان بالمزرق. الماء صافي ونقي. الناس علاش كيقلموا؟ كيقلبوا على الماء، وتيقلبوا على الظل، وتيقلبوا، وهذا الماء زايدون دافي دافي دافي، الماء الماء دافي. اذا هانتوما شفتوا معنا المياه الساخنه والمياه الدافئه، هنا الماء خوش. ما نعاودكمش ان المغرب كثير ما يتشاف، وكنبغي نقولوا في الاخير واحد الدعاء: اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم ادمها نعمه واحفظها من الزوال، اللهم ادمها نعمه واحفظها من الزوال. معايا هشام الخضري دائما، ممكن تستافدوا. ما تنساوش كل واحد يجي يفرح اشتراك، ما تنساوش ان المغرب اولا ولا غالبا الى الله. عاش المغرب ولا عاش القنح، يعلم الله كم احب في وطني، ويعلم الله كم ادافع عن في هذا الوطن. بسم الله. إذا الخوت شوفوا معايا، شوفوا هاد الخيرات هادي، شوفوا هاد المياه الصافية، شوفوا هاد الجمال هذا في هاد البلاصة هادي. راه ما يمكن لك إلا تجي وتستمتع وتشوف هاد الخيرات. نخليكم تسمعوا واحد الصوت عزيز علينا كاملين. إلا انتقلنا بكم من هذه نجيبوكم لهادي، شوفوا معايا هادي. هانتوا إذا الإخوان شوفوا هاد الخيرات هادي، شوفوا هاد الجمال هذا، شوفوا هاد التكوينات الصخرية، وزيدوا هبط بلاصة بعيدة. أش نقول لك، اللي كان كيقلب على أم الربيع كاين أحسن شي حاجة أحسن من أم الربيع، اللي كان كيقلب على المهم فاش يستمتع كاينه شي حاجه احسن من داك. هادو كتحس بالماء سخون، هنا كتحس بالماء سخون، سخون بالمعقول. اذا هادي سخونه غادي نديرو فيها رجلينا باش نشوفو. بسم الله. اي 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 سخون، اللي بغى يعوم سخون اخويا، هنا سخون. شوفوا هاد الجمال، شوفوا هاد راحه البال. هذه سخونة، هذه سخونة، هذه سخونة، سخونة. تحية للناس اللي كيعشقوا الشلالات. الشارع لا يحتاج لمن ينظفه، الشارع يحتاج لمن يحافظ عليه. إذا هذا المكان هذا فهو نظيف، ما كيبغيش اللي ينظفه، ولكن خصنا حنا نحافظوا عليه. إذا النصيحة ديالي
ليكم اللي جا لهاد البلاصه ولا اللي مشى لاي بلاصه يستمتع فيها، كانت في غابه كانت في اي بلاصه، حاول انك تحافظ عليها من الحرائق، حاول انك تخليها نظيفه ونظيفها حتى لك تمس. غير حداكم، السلام عليكم.